هو بيان الصحة اللي صدر منذ قليل بخصوص الحالات المستجدة لفيروس كورونا والأعداد التي تم شفائها. بالفعل تم تسجيل 358 حالة جديدة النهاردة أو خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وللأسف في 15 حالة وفاة، ربنا يرحمهم ويحسن إليهم. إجمالي عدد أو عدد الحالات اللي شفيت حتى الآن 102,596. دايما يا رب يسلم حضراتكم، وأرجوكم دايما لازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية. ربنا يشفي كل مريض ويتمم علاج كل مريض على خير يا رب، ويسترها علينا وناخد بالنا كده في الأيام اللي احنا فيها دي.